أيها الإخوة الكرام، نفتح باب الرثاء وهو باب مؤلم وقاس. حداء الرحيل، قصيدة شعرية في رثاء شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. سرك الدهر مرة ثم ساءك، ومضى عنك بؤسه ثم جاءك. أيها الشاعر الطروب تمهل، دع سرور الهوى وأعلن بكاءك. مات علامة الديار ابن باز، أحسن الله في ابن باز عزاءك. كيف يا شيخنا رحلت وحيدا وتركت الدنا تتيه وراءك؟ كم يتيم طوى حزينا معنا يشتكي فقره ويرجو عطاءك. كم أسير لمحنة ضاق منها كان يرجو لحلها إفتاءك. كم وكم من قضية وقضايا تتحرى يا شيخنا إمضاءك. يا صباح الخميس، أي خميس قد سبى شيخنا ومكن داءك. هل رأيت العباد عنه تولوا كي تناديه ثم تتلو حداءك؟ كان يهوى الرحيل فيك، فلما بلغ المنتهى أجاب نداءك. قد فقدنا يا شيخ علمك فينا، وفقدنا على الجنات قضاءك. وفقدنا الدروس في كل يوم، وفقدنا تأميننا ودعاءك. كم حضرنا إليك نزداد شوقا وملأنا ولم تمانع فناءك. ثم قمنا ولم نزل في سرور نتباهى ونستعيد احتفاءك. أنا يا صاحب السماحة فرد من ألوف كانت تود بقاءك. لو دعوني إلى الفداء بنفسي كنت والله، يا ابن باز فداءك. أو على اللحد قاسموني الأماني لتمنيت يا إمام إخاءك. سر إلى جنة الخلود بإذن الله، واترك في العالمين ثناءك. لو رأيت الجموع فوجا وفوجا أقبلت من بلادها تلقاءك. تشهد النعش والصلاة عليه، ووفاء منها تجيب وفاءك. ليس في عصرنا من الناس شخص قد قضى نحبه وأبلى بلاءك. فارتحل أيها الإمام عزيزا وعليك الندى يلف رداءك. إن في أدمع الحروف وجوما يمنع الشعر أن يقول رثاءك. مضى عام على فقد ابن باز، ولم تعرف قصائدنا السلوى. رحلة الأفول من باب التجديد، قصيدة من بحر التفعيلة في رثاء الشيخ رحمه الله. حضرت مرة بالجامع الكبير صبيحة الخميس دروس شيخنا الإمام شيخنا ابن باز، وكان الدرس ماتعا، الحاضرون بالألوف والكل حوله صفوف. والشيخ في تواضع عجيب يصحح الخطأ ويكشف الغموض ويرفع الإشكال. وطال درس الشيخ وامتد ساعة وساعتين وزاد حتى جاوز الثلاث، والشيخ لا يزال يصحح الخطأ ويكشف الغموض ويرفع الإشكال. وبين فترة وأخرى يردد التهليل، يقول لا إله إلا الله، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. وبح صوت الشيخ والناس حوله جلوس، لم يسعفوه لو بكأس ماء. غضبت في نفسي ورحت أقطع الصفوف، أجوز نحو الشيخ وفي يدي إناء ماء. حتى إذا بلغته قدمته لشيخنا، فقال يا بني إني صائم فأعفني. لم أدري ما أقول، شكرته وعدت نحو جلستي. أدركت سر غلطتي، فالشيخ لم يكن ليترك الصيام هذا اليوم. والحاضرون كلهم بالطبع يعرفون، وفي صبيحة الخميس أيضا جاءني الخبر يقول إن الشيخ مات.
يقول إن الشيخ مات هكذا بلا مقدمات، تحدث المذياع عن وفاة شيخنا فقال: فقال مات العالم الجليل، وآذنت شمس العلوم بالرحيل. صعقت لم أصدق ما يقال، وقلت ربما يعود، وقلت إن الشيخ كان يهوى الارتحال هذا اليوم، وربما يعود، وربما يظل بيننا يحارب السفور ويقمع الشرور، وربما وربما وربما. لم أدري أن شيخنا قد رام رحلة الأفول، قد رام رحلة الأفول. وفي زحام مكة الشديد وقفت للصلاة، وأقبلت جنازة العلامة ابن باز كأنها سفينة صغيرة والموج حولها شديد، ترمقها الأبصار من بعيد وتعلن الرحيل من جديد. وكبر الإمام للصلاة، بكيت حتى خلت أنني سأفقد الدموع، وردد الجميع: ليهنك القبول شيخنا، ليهنك القبول، ليهنك القبول، ليهنك القبول. ما شاء الله تبارك الله. إذا كانت هذه هي المشاركة الأولى، كيف ستكون الثانية؟ وأنا أقول ما شاء الله. ننتقل إلى آخر القصائد للشاعر الأستاذ محمد المدرعي. نحن في الرحمة والود جسد، يسهر الأعضاء عضو ما رقت هذه الشيشان، عضو يشتكي: أين أعضاؤك يا هذا الجسد؟ شظف العيش عليهم كله، ولنا في دورنا كل الرغد، أيها الآمن في أوطانه، إن إخوانك من غير بلد، أيها المسرور في خلانه، بعضنا ما نام من طول الكمد، أيها الإنسان إنسان هنا أسمع الكل ولم ينطق أحد. عجبا من غابة مملوءة بالنعامات وما فيها أسد. آه يا ربي، إليك المشتكى عظم الخطب، وأنت المستند، مكة ترنو إلى الأقصى، وفي مقلة الأقصى من الحزن رمد، أين من يمكث فينا نفعه زبد قومي وما يجدي الزبد. لم نعد صفا على أعدائنا، كل حزب صف صفا وانفرد، قد قتلنا بسكاكين الهوى واحتسبنا ما لقتلانا قود، ونفاق وشقاق وهوى لم يدع في جلد القلب جلد، بأسنا أصبح فيما بيننا كلنا، إن أبصر المال أسد. ليتني إذ أحتسي من زمزم أغسل العالم من خبث الحسد. ربي أعداؤك عاثوا فانتصر، ربي من غيرك للعبد سند، رفعوا آلهة مغلوبة وانتصرنا، قل هو الله أحد. جزا الله الشاعرين خير الجزاء على ما أبدأ في هذه المشاركات الطيبة. وجاءت بعض الطلبات، الطلب الأول الأستاذ محمد المجرم يطلب منه قصيدة العيادة، والقصيدة الثانية التي ألفها في مركز الأمير سلمان. Thank you.
طيب هو ذكر قصيدتين، قصيدة لست معاقا وقصيدة في العيادة. طيب لست معاقا وفي العيادة، صعب نلقي الاثنتين لكن نذكره اللي ظهرت أمامي في بعثرة كلماتي. لست معاقا، هذه قصيدة من معاق مليئة أو نابضة بالأمل والتفاؤل، يوجهها إلى كل من يراه. تبعثرت كلماتي، لمن سأفضي شكاتي؟ يسير بالحب قلبي ولم تسر خطواتي، يقال عني معاق ولم تعق عزماتي. أرى الحياة أمامي غريبة عن حياتي، طفولتي في سريري ولعبتي عرباتي. في الليل أبكي وأخفي عند الضحى عبراتي، الناس تحقر حزني لما رأوا من ثباتي، وما دروا أن قلبي تلوكه حسراتي. إذا رأيت المصلي يقوم في الظلمات، وذاك في البيت يسعى مع السعاة الحفاة، فاضت دموعي لتبدي السمو في أمنياتي. أرى الحوادث حولي مليئة بالعظات، وما أنا غير ذكرى تهز رأس الغفاة. ويلاه نعمة ربي مطية الشهوات، هذا تسير خطاه لتهتك الحرمات، وآخر لا يصلي بوقتها الصلوات، وذاك في السوق دوما يلاحق الفاتنات، وذاك يمشي لماذا لمسرح الراقصات. إن المعاقين خير من هؤلاء المشات، يا قوم لست معاقا ما دمت أسمو بذاتي. على السرير وأمشي، على السرير وأمشي دوما بدرب الهدات، على السرير وعزمي على جبال السرات، على السرير وروحي تطير كالنسمات. كلا أنا لست كلا، كل أنا في صفاتي، بالذكر يحيا فؤادي وفرحتي في صلاتي. بالذكر يحيا فؤادي وفرحتي في صلاتي، لجنة الخلد أهفو بالصبر والدعوات. الحمد لله قلبي ما مات قبل مماتي، الحمد لله قلبي ما مات قبل مماتي. قصيدة العيادة هو جراح الشيشان. طيب العيادة لعلها قصيرة. طيب هذه كل منا ربما أصيب بحمى أو حرارة أو ما أدري تسمى بأسماء، كحة إن كانت باللغة العربية. ذهبت إلى الطبيب فكتبت هذه الأبيات. ذهبت إلى الطبيب أريه حالي، وهل يدري الطبيب بما جرى لي؟ جلست فقال ما شكواك صفها، فقلت الحال أبلغ من مقالي. أتيتك يا طبيب على يقين بأنك لست تملك ما ببالي، أنا لا أشتكي الحمى احتجاجا بل الحمى التي تشكو احتمالي. يقال بأنه فيروس سوء يصير ما بجوفك كالقتال، فقلت إذن يرى بدمي همومي فتجبره الهموم إلى ارتحالي. فتحت إليك حلقي كي تراه، فقل لي هل أكلت
من الحلال أتعرف يا طبيب دواء قلبي فداء القلب أعظم من هزالي فتحت إليك كشفت إليك عن صدري أجبني أتسمع فيه للقرآن تالي تقول بأنما في التهاب ورشح ما أجبت على سؤالي وضعت على فمي المقياس قل لي أسهم حرارة الإيمان عالي أتعرف يا طبيب دواء قلبي فداء القلب أعظم من هزالي وضعت على فمي المقياس قل لي أسهم حرارة الإيمان عالي سقامي من مقارفة الخطايا وليس من الزكام ولا السعال فإن كنت الطبيب فما علاج لذنب فوق رأسي كالجبال تمر عواصف الحمى وتغدو ولم أرك التجلد للرجال نسائل ما الدواء إذا مرضنا وداء القلب أولى بالسؤال وهذا طلب للأستاذ طالب يقول لو تكرمت نريد أن نسمع رثاءك الشيخ الألباني رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله علم الأعلام وشامة الشام ومحدث العصر وقد توفي رحمه الله ولم نسمع من يتحدث عنه القصيدة بعنوان تتمة الأحزان وأحب أن أنبه قبل البدء أن الشيخ رحمه الله توفي في الأردن في عمان الأردن عاصمة الأردن وأن الشيخ صلي عليه صلاة الجنازة وكبر عليه 9 تكبيرات امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم زارني الحزن في قديم الزمان ثم عادت تتمة الأحزان آذن الدهر بابتداء التعازي في وفاة المحدث الرباني أيها الشامتون قروا عيونا فلقد مات شيخنا الألباني أي شيء أقول والخطب صعب وأمامي تفر كل المعاني كنت من قبل واحدا في نشيدي وأنا اليوم لا أقيم لساني يا جبال الأسى عما نقولي هل بكته الجموع في عماني حدثي عن مشاعر الحزن واروي صورا من مشاهد الجثمان واصرخي بالجموع مات إمام عبقري فأجملوا في التفاني كبروا 4 لكم ثم زيدوا 4 عن بقية الإخوان إن للشيخ في المعالي مكانا لم يزل مزريا بكل مكاني لو سألت الصحاح عنه لقالت رحم الله شيخنا الألباني كان في بابة الحديث إماما حاضر الذهن فاهما للمعاني كان ذا حجة وكان فقيها بنصوص الحديث والقرآن لم يعش في الحياة يطلب مالا أو يرى العز في حمى السلطان عاش لله وهو بالله أغنى من أهالي الدينار والصولجاني ذب عن سنة الرسول الدعاوى وعلى صوته بكل مكان بذل النفس والنفيس وأبلى وتفانيه ماثل للعيان سل عن الشيخ مسلما والبخاري والنسائي وأحمد الشيباني سل غريب الحديث عنه وسائل منتقى المجد أو بلوغ الأماني واستمع مطرقا إليها لتبدي لك شيئا من واجب العرفان قال لي صاحبي غلوت فأمهل وضع اللفظ في حدود المعاني أيها الصاحب العزيز تمهل
فلقد طاب في الرثاء بياني، هل تراني بخلت إلا بشيء ليس في طاقتي ولا إمكاني؟ عرف الناس قدر حبي لشيخي فدعوني بطالب الألبان. آه يا شيخ بين جفني دمع لم يزل عاقدا على الجريان، ليت أن البعيد صار قريبا وتدانى ما بيننا في المكان، ليتهم أخروا الصلاة لأروي نظري من لفافة الأكفان. هكذا أيها الإمام تولي دون ما ضجة دون ما ضجة ولا استئذان، هكذا يرحل الكبار وتمضي سفن العلم في دجى الطوفان. يا رعى الله أشهرا جمعتنا بك في عالم الحياة الفاني، وسقت قبرك البعيد غواد مثقلات بوابل الإحسان. يقول بعد التحية إلى الشاعر الأستاذ طالب: لقد أتحفتنا بمجموعة قصائدك هذا اليوم وكنت مبدعا فجزاك الله عنا خير الجزاء، فإلى الأمام يا فارس الكلمة لتسد ثغرا من ثغور الأمة، آمل أن تختار لنا قصيدة من قصائدك كهدية للحضور هذا اليوم مع جزيل الشكر. طيب، أيضا في الرثاء قصيدة شعرية في رثاء شيخ العربية الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. وبالمناسبة أنا شاعر مناسبات، يعني غالب القصائد في مناسبات خاصة. قف بباب الليل واستفت الثريا واستعر من دمعك المهراق زيا، وانتظر عل الهوى يهديك شيئا من معاني الحب أو يسلبك شيئا. أيها الباكي على عهد مضى سر بنا في مهمه الذكرى سويا، نندب الماضي ولا نشتمه ونزور الربع حيا ثم حيا. قد علت مرآي آيات الهوى وسبت قلبي وأدمت ساعديا، لم يكن وجدي بليلى أو سعاد الله ولا كان الهوى في ذكر ريا. أيها المحتار تدري لوعتي وترى شدوي على الماضي شجيا، سر بنا نحو المعالي في علي نرسم المجد كتابا عربيا. عالم النحو وأستاذ المعاني وأمير الشعر والنثر سويا، قام في وجه الدعاوى مشمخرا وارتقى في المجد تأريخا عليا، ومشى في الأرض يدعو ساكنيها فكساها من دموع الشوق زيا. لاؤه أي نعم لا نعم زادها التأكيد عزما ومضيا، قد شربنا من معين الشيخ عذبا وأكلنا من جنى الشيخ شهيا، واستمعنا فضحكنا منه حينا وانصرفنا منه أحيانا بكيا. يا علي الحرف هذه أحرفي تركب الشعر وتطوي الأرض طيا، لم تجد غيرك أستاذا لها نثر الحسن جمالا لغويا. في بلادي في بلادي أيها الأستاذ قوم لم ينالوا من صلاح الفكر شيئا، حرروا الشعر فشانوا رسمه وأحالوا صوته الصداح عيا، ومشوا بالنار في أفكارنا يفرضون العهر منهاجا سويا. أيها الكتاب مهلا دونكم ذكريات الشيخ نبراسا جليا، فابحثوا عن بعضكم في رسمها واقرأوا فيها حديثا أبويا، واتركوا في آخر الصفحة سطرا زاد أشجاني وأبكاني مليا. أدعو لي أمن على ما قلته أيها القارئ لا تبخل عليا. يا علي الفكر في قلبي أسى بات يصلى من جوى الفقد صليا، لم أصدق ما اعتراني أبدا والتعازي لم تغادر مسمعيا، فارتحل تبكيك منا مهج دامعات قد كواها الوجد كيا، وسقت قبرك مزن مثقلات غدقا سحا
ورجاسا هنيا. غفر الله لهؤلاء العلماء وأسكنهم فسيح جناته، فإن أقل ما يجب علينا نحوهم أن ندعو لهم في ظهر الغيب. ختاما، لا يسعنا إلا أن نشكر الشاعرين على ما أبديا في هذه الأمسية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المشاركة في موازين حسناتهم. كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة القائمين على تسجيلات التقوى الإسلامية على ما بذلوه من جهود في تسجيل هذه الأمسية. ونختم بهذه المشاركة عند الأخ فارس بن محمد الشمري، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن ثم فهذه قصيدة كتبتها في ظهر هذا اليوم، ولا يزال عليها سل الولادة وأثر الولادة حديثا، ويعتريها ما يعتريها من حداثة القصائد، وهي من قصائد ذوات الوجهين، فهي ترحيب وثناء. أقول: يا مرحبا ملء الشداد بأسرها، بل ملء أرضي والفضاء ضنينا، من مثل قومي إن وطأتم أرضنا، من مثل قومي إن رؤيتم فينا. أرض النظيم اليوم، أرض النظيم اليوم تخرج شطأها، آمال قومي بالغداة يقينا، إن الزهور تفتحت بمجيئكم، وطيور أنسي تعذب التلحين. شمس الأصيل تمد نحوي كفها، وتود أن لو قد بقيتم فينا. بدر النظيم اليوم، بدر النظيم اليوم ينصت مدركا أن البلاغة كلها تأتينا. تالله لو نظم القصيد ملاحبا، تالله لو نظم القصيد ملاحما، فلعشر معشار يظل دفينا. قل للخليقة أن ضيفي بيننا، كالنجم والضاء الجبين معينا. شكرا، شكرا من الأعماق يخرج نبعه، ويلج ذكرك باللسان سنينا. يا شاعرا صاغ البيان بحكمة، يا شاعرا صاغ البيان بحكمة، ما رن عودا أو تكن فقينا. وصلوا إخوتي في الله دوما على المبعوث خير المرسلين، نبي قد دعانا نحو دين هو الإسلام خير الدين دينا. الآن ننتقل إلى المهرجان الإنشادي، والأخ بندر سبيعي. السلام عليكم. والله أشكر الأخ أحمد الفهد المقدم، يقول المهرجان إنشادي ما شاء الله ما في إلا واحد. أنا خبر المهرجان 5-6-7 الشباب يردون، هذا بشرط أن الشباب يردون نعطيهم بعض الأناشيد وبعض المصطلحات، وقال أنها صيحات، وأنا لا أرى أنها تكون يعني بعض الصيحات، وإنما هي أناشيد مأخوذه يعني قصيرة جدا، خاصة في المعسكرات والرحلات، لأن الصيحة يعني ما
اسمها يعني غير راكب من بعض الأناشيد. طيب ما أدري هل تبغون الأناشيد مقطوع قصير ترديد أو نشيد جماعي أو قل نشيد جماعي. طيب مو بنفس دعوة للفلاح ناس من هناك اللي متكي الفلاح رجال رايح يمين والثاني يسار شطر خلوكم معنا إخوان. طيب أعطيكم الكلمة والترديد اللي بتقولونه جيد ببدأ. إذا شفتوا يدي مرفوعة فوق هذا الترديد لكم عشان التنبيه بس. قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النضال قولوها وانفروا يا رجال قولوها قولوها الحل في النضال قولوها وانفروا يا رجال قولوها 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 وانفروا يا رجال. بس أعطتكم مقطع هذا بسيط جدا نبدأ. خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي ونار من يعادي هب يا إخوتي هب يا إخوتي هب يا إخوتي نصافح الموت في خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي ونار من يعادي هب يا إخوتي هب يا إخوتي هب يا إخوتي نصافح الموت في هيا سلمان أشر وخضها فينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة وخضها فينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة هيا سلمان أشر وخضها فينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة. مستحين أخوان طويلة يعني عليكم حلو مقاطع بسيطة. طيب أجب ما أقول هلا مرة واحدة عشان والله عافينا ما نب للصوت من الماغط زين بعطيكم على بيت بيت ويعني سلكونا لا تطلع فضائح الحين ترى التسجيل يختلف هنا الله المستعان. طيب خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي ونار من يعادي هب يا إخوتي هب يا إخوتي هب يا إخوتي نصافح الموت فيه صوت هنا يا إخوان. بسألكم سؤال أخوان عطوني إجابة مستحيل غير نحطه في الدبل. طيب نعطيكم الآن القصيدة تقول قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النزال قولوها وانفروا يا رجال قولوها 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 وانفروا يا رجال واسأل التاريخ هل واسأل التاريخ هل واسأل التاريخ هل نجت صفوف اللئام أيها العالم قل أيها العالم قل أيها العالم قل من الذي لا يضام واسأل التاريخ هل واسأل التاريخ هل واسأل التاريخ هل نجت صفوف اللئام أيها العالم قل أيها العالم قل أيها العالم قل من الذي لا يضام قد خنا من كان مختلا فخورا يندب الحظ ويدعوه ثبورا. شاركني يا شيخ أحمد. طيب بالله أحس أن الإخوان نعطيكم أجل صحيح قصدي للنشيد مقطوع قصير أقول نمضي ونمضي شامخا إيش تقولون مهاجر تقول مهاجر بقوة زين إذا قلت فلا لا نبالي أبي أسمع صوت اللي من هنا طالع زين هذا يمكن أسهل لكم ما في لا ترديد بس بس جيد ما في ترديد ترى مسهل لكم. طيب
نمضي ونمضي شامخا، نمضي ونمضي للعلا، نمضي ونمضي شامخا، نمضي ونمضي للعلا. مهاجر أتينا، مهاجر مضينا، مهاجر أتينا، مهاجر مضينا، فلا لا نبالي بظلم الليالي، فنحن جنود أسد في النزال، فلا لا نبالي بظلم الليالي، فنحن جنود أسد في النزال. مهاجر 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 مهاجر، أقوى مهاجر أقوى أحسن أقوى. اسمع الصوت ما شاء الله من هنا، نبغى اليسار التسديد. طيب ما بيفتح المجال كله الأناشد مناشد، عندنا بعض الألعاب يمكن الجواز. كلمت الأخ رهد ما قصر، أبو الأخ أحمد ما قصر جاب الجواز وكذا، فنبدأ إن شاء الله بعطيكم بعض الألعاب البسيطة. سم وين الأخ فهد الدور؟ نرجو من الأخ سلطان العزي تقدم هنا. الإسلام أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني، أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني، أنا الداعي سالي رايتي دوما واحمي صف إخواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني، شعاري دائما واحد وديني في الدنا خالد، نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني، فهيا إخوتي هيا أناديكم إلى العليا، أعيد المجد واليحيا، أعيد المجد والنحيا، نسد في ظل القرآن. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني، لكل الناس دعوتنا وحكم الله غايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني، شباب الحق يا جند على أعدائنا اشتدوا، فأرضي ما لها حد، فثوروا واطردوا الجاني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني، أخي فالنوم لا ينفع، فجرد للعدى المدفع، وجاهد دائما واصدع، ولا ترضخ لعدواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني، أنا الإسلام رباني، أنا الإسلام رباني. أيضا أعتذر عن الإخوان أبو عبد الملك محسن الدوسري والأخ عبد العز الخنين أبو عمر وأبو مهند أبو علي، كانوا الليلة إن شاء الله بيشاركون معنا في الإنشاد، ولكن قدر الله ما شاء فعل، كل واحد صار له ظرف طارئ وقعدنا بهن الحمد لله على كل حال. طيب اللي تبغى صيحة نشيد ولا نشيد؟ عطنا الوقفين بس بشرط يرددون الإخوان، نعطيكم نشيد بس الترديد.
طيب أقول البيت ونفس البيت يترددونه نفس اللحن، زين إخوان الجميع، نعطيكم الآن بروفة بداية. دعوة للفلاح، مضبوط زي كذا، فاهمين الآن؟ نبدأ، نبغى الجميع، مو بالجهة ذا نائب اللي ورا متكي، خليك معنا. نبدأ. دعوة للفلاح، دعوة ما ينبغي يا اخوان، نبغى الترديد، نبغى الحماس، الله يجزاكم خير، لازم نتفاعل معكم بالقصائد ونعطيكم يا اخوان، ولا عشاكم معنا كبار ما تردوا، رددوا الله يجزاكم خير. يلا. دعوة للفلاح، بادي اللي هنا في النص، المفروض ما شاء الله الأشبال فتيان، يعني الصوت والصرقة، الله يجزاكم خير، ترديد. طيب يلا نبدأ آخر شيء، جيد؟ دعوة للفلاح بانبثاق الصباح ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، انتم تقولون عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود، ما لكم دخل في القائد اللي بيمشي، مضبوط، نعلمكم الان التراكات، زين انتم الان التراك وانا القائد، جيد. يلا نبدا. دعوة للفلاح بانبثاق الصباح ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، أنا بمد تقول عند زاحف الجنود، أقول عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود، بس بصوت لأن هذا نشيد حماسي يا أخوان، زين وانتم ان شاء الله شباب بحماس. يلا. دعوة للفلاح بانبثاق الصباح ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود. إلى الآن ما فهمت الطريقة يا إخوان، بقول عند زاحف الجنود، عطوه تبدون وراي، عند زاحف الجنود بدون مد، بدون مد يا إخوان، أنتم عند زاحف الجنود بتعبكم شوي، ولكن نبغى الصوت يطلع، أنه الهدف أنكم تحفظون الأبيات، الله يجزاكم خير. دعوة للفلاح بانبثاق الصباح ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود، كلنا نفتدي دعوة السؤدد كي نرى في غدي راية المسجد فوق كل البنود، فوق كل البنود، فوق كل البنود، فوق كل البنود، باقتحام الصعاب والمنايا العذاب عيشنا مستطاب في ظلال الكتاب
في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان الخلود. زلزلوا يا أباه ما أصاب الطغاة واسجدي يا جباه في رحاب الإله حيث حق السجود حيث حق السجود حيث حق السجود حيث حق السجود. دعوة للفلاح بانبثاق الصباح ونداء الكفاح في الربا والبطاح عند زاحف الجنود 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 عند زاحف الجنود. هذا جد في بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,424.